إن الحصول على بطاقة مكتبة هو حق وامتياز سوياً، غير أنه يأتي مع بعض المسؤوليات. عندما تحصلون على بطاقة المكتبة عليكم تذكر بعض الأمور. أولاً، يمكنكم أن تستخدموا بطاقة المكتبة مجاناً طالما كنتم تعيدون كل ما تستعيروه في التاريخ المحدد لإعادته. يمكنكم أن تجدوا هذا التاريخ في وصل الاستعارة. مدة إعارة الكتب والأقراص الموسيقية هي 3 أسابيع أو 21 يوماً. مدة إعارة أقراص الفيديو الرقمية DVD هي 3 أيام. إذا أعدتم أياً من هذه الكتب أو الأقراص الرقمية بعد الموعد المحدد عليكم أن تدفعوا رسماً. ما هو الرسم؟ الرسم هو مبلغ مالي عليكم أن تدفعوه للمكتبة إذا أعدتم أي شيء بعد الموعد المحدد. قيمة الرسم هي 25 سنتاً عن كل يوم، وبالنسبة لكتب ومواد البالغين 15 سنتاً عن كل يوم عن كتب ومواد الأطفال. دولار واحد عن كل يوم بالنسبة لكل الأقراص الموسيقية وأقراص الفيديو الرقمية. ثانياً، احرصوا على أن تبقوا البطاقة في مكان آمن، خصوصاً إذا كنتم تستخدمون حواسب المكتبة وآلات الخدمة الذاتية. إذا أضعتم بطاقتكم أو ظننتم أن أحداً قد أخذها، يرجى أن تبلغوا أحد موظفي المكتبة بذلك في الحال. إذا أن تبلغوا أحداً أن بطاقتكم ضائعة، فإنكم المسؤولون عن كل المواد والرسوم الموجودة على بطاقتكم. لا تدعوا أحداً يستخدم بطاقتكم. عندما تستلمون بطاقتكم ستوقعون على إقرار بأنكم توافقون على تحمل المسؤولية عن كل المواد التي تستعيروها وكل الرسوم المترتبة على ذلك. عندما تريدون أن تستبدلوا بطاقتكم عليكم أن تحضروا بطاقة الهوية. سيكلف استبدال بطاقتكم التي ضاعت مبلغ 3 دولارات. وأخيرا، تمتعوا بالحقوق والامتيازات التي تجلبها لكم عضوية المكتبة. لكم أن تستعيروا كتبا، أقراص موسيقية وأفلام. اطلعوا على البرامج، لدينا ما يناسب كل فرد. يسعدنا أن نراكم قريباً.